خويا امين انا بغيت ندير تقني واش مزيان ولا ندير سيونس مات ولا ايكونومي. خويا انا ما كنديرش التوجيه المدرسي، ما شفت الاختصاص ديالي، ولكن اخويا نصيحه هو ما تسمعش الهضره ديال والديك، ما تخليش والديك هما اللي يحققوا يخططوا لك حياتك. شوف انت اش بغيتي وديرو. انا كنت من الضحايا ديال التخطيط ديال الوالدين، بحكم ان الوالد ديالي هو اللي دخلني للقانون وانا ما عندي علاقه بالقانون. هو استفدنا من دوك السنوات اللي قرينا ديال القانون، ولكن انا ماشي انسان ديال القانون، با دخلني للقانون، فماشي القانون للقانون، القانون قانون. فانا كان خويا دير داكشي اللي بغيتي انت واللي مرتاح فيه انت. وهذه نصيحة ديما كنقولها للشباب، انه ما تبقاش تديها في الهضرة ديال الناس، ما تبقاش تديها لا سير دير كونطابيليتي، لا سير دير جيستيون دونتربريز، لا سير لا ديفلوبمون ما خدامش في المغرب، لا الريزو ما خدام. شوف هذيك تتبقى تجربة ديال الناس واللي سمعوا الناس. تنتذكر مزيان نهار كنت بغيت ندير التخصص ديال الريزو انفورماتيك، بزاف الناس قالوا لي الريزو انفورماتيك ومراكش ما خدامش هذاك الشيء، اما دير سير دير ديفلوبمون. انا درت داكشي اللي بغيت، وكون على يقين ملي كتكون تدير شي حاجه اللي كتبغيها كتكون متميز فيها، لانك تخدمها عن حب. انت ملي كتمشي تقرا كتمشي تستمتع، وملي ما كتحبش القرايه حيت ملي تكون شي حاجه مولوع بها ما كتقراش غير في المدرسه، كتقرا خارج المدرسه. فهذا هو اللي كيخليك انك تكون كومبيتون في داك المجال اللي الناس قالوا لك ما ديروش. وكون على يقين ملي كتكون كومبيتون كاع الشركات تتخاطف عليك. ملي تكون عادي راه كاع بطبيعه الحال ما غتلقاش خدمه. الا خدينا هاد ليكزومبل ديال هاد الناس اللي كانوا تيقولوا لي ريزو انفورماتيك، لان هاد الناس اللي كانوا تيديروا ريزو انفورماتيك كانوا داكشي اللي قراوه في المدرسه هو اللي كيمشيو يخرجوا به للستاج، هو اللي كانوا تيخممشي يخرجوا يقلبوا به على خدمه. وداكشي علاش ما لقاوش؟ لان بحالك انت كاينين ملايين في المغرب، ما كاينش انت. فاحنا اولا الشركات، ودابا الحمد لله ولاو عندي شركات وليت في سوق الشغل وليت كنشوف وليت بزاف الحوايج، كنعرف ان الشركات دابا ومنهم انا كنقلب على النقعه، كنقلب على ناس اللي هما يكونوا دي كومبي عندهم لي كومبيتونس. اما المدرسه داكشي اللي قريتي في المدرسه ما عند بحالك انت كاين بزاف الحوايج. كاين واحد المشكل اخر سورتو الناس اللي كيبغيو يقراو داكشي اللي هو تقني، بحال مثلا ريزو انفورماتيك ديفلوبمون الى غير ذلك. دائما تنهضر في المجال ديالي، وهادشي اللي كنقول تقدروا تقيسوه على مجالات اخرى الا نتوما اهل التخصص. انا ما غاديش نعرف مثلا في الكونطا وداكشي ما عنديش علاقه به. ف خاصك تعرف مثلا انت ملي كتقرا ريزو انفورماتيك وتتقرا في لوف بي بي تي على سبيل المثال او في التكوين المهني، فانت ما تقراش الريزو، انت كتقرا الريزو معها اللغه الفرنسيه، معها تقدر ما عرفتش تقرا معها لونجلي، كتقرا معها لا كومونيكاسيون، كتقرا معها يعني. انت دا جينا نشوفوا شحال ديال السوايع اللي قريتي فريمون ديال الريزو انفورماتيك، نلقاوك اخويا قاري واحد 24 ساعه ولا 12 ساعه ولا شي شحال شحال داكشي اللي قريتي. المهم انا ما عرفتش بالضبط، ولكن داكشي اللي قريتي في نهايه المطاف قليل. انت كتخليه تجي من 8 وما تخرج حتى 12، ولكن ديك 8 12 شحال كتقرا فيها الريزو؟ تلقى داك النهار كاع ما عندك انت. فبالتالي ملي كتخرج كتخرج ضعيف جدا في 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 سوق الشغل. سوق الشغل ما باغيش واحد ما عندنا من خويا. انا لا بغيت واحد اللي كيدير الكومونيكاسيون غنمشي نريكروتي واحد ديال الكومونيكاسيون، جيستيون دونتربريز غنمشي نريكروتي واحد ديال جيستيون. فانا ما عرفتش انا الصراحه علاش كيقريونا هذا الشيء. هذا بعدا سؤال كنوجهه لوزير التعليم العالي، علاش كتقريونا هذا الشيء؟ انا خويا ديال ريزو انفورماتيك قريوني ريزو انفورماتيك، يعني نقرا من الصباح للعشيه الريزو كما كيديروا لي سيرتيفيكا. وهذا الشيء اللي كيخلي الشركات تيوليو يقلبوا على الناس اللي عندهم دي سيرتيفيكا في دوك لي دومين. يعني مثلا ملي كتجي تهضر باغ اكزومبل ودوك لي سيرتيفيكا واخا فيهم انا كيجيني واحد الكوتي كوميرسيال، لانه مثلا ملي كتجي مثلا بحال ملي كتهضر على السيسكو فهي تتهضر على سي سي ان ا سي سي ان بي سي سي ان ا واحد، فهادشي ملي كتهضر على هاد لي سيرتيفيكا علاش الناس علاش الشركات ولاو تيمشيو تيقلبوا على اللي عندهم لي سيرتيفيكا؟ حيت اخويا انت ملي تقول لي انا مثلا عندي سي سي ان ا، فانا عرفتك اخويا قريتي مثلا واحد 40 ساعه ولا 50 ساعه ولا 60 ساعه قريتيها ديال الريزو، ما قراوكش فيها الفرونسي ولونجلي. انا دابا بغيت واحد تهضر لونجلي غنمشي نجيب واحد اللي داير الدراسات المعمقه في اللغه الانجليزيه، ما غنخلبش عليك انت. فبالتالي انا غادي هذا بالنسبه لي داكشي اللي قرا ديال الريزو، السوايع اللي قرا ديال الريزو كثار من دوك السوايع اللي قرا واحد في لوف بي بي تي. وبالتالي الناس مثلا اللي كيقراو اولا مثلا اللي كيقرا في شي مجال، ديما عاون راسك في البلي سيرتيفيكا، عاون راسك بلي فورماسيون اللي تيكونوا سيرتيفي، لان هذا الشيء كيعطيني فكره. هي ممكن تكون ولد الاوف بي تي ولكن عندك دي سيرتيفيكا في دي برودوي. علاش قلت لكم المساله ديال انا كنعتبر ان حيت انت مثلا ما تقرا على سيسكو حيت سيسكو هي مولات هاد الشواهد وهما مطلوبين في السوق. علاش مطلوبين في السوق؟ لان لي زاباغاي اللي عندنا في المغرب
وفي العالم تقريبا كلهم ديال شركات سيسكو. فانت تتقرا على شهاده سيسكو. ولكن انا بالنسبه ليا هنا فين تولي انت تتولي كتمتاز على ناس اخرين، لانه ملي كنهضروا على سيسكو راه بزاف الناس تما عندهم بلاصه. ولكن مثلا تلقى عندك سيرتيفيكات هواوي، عندك سيرتيفيكات الكاتيل، فهمتيني؟ يعني عندك دي تكنولوجي اخرين قاري على حوايج اخرين، واخا مره لا بساط تبقى وحده، ولكن عندك دي تكنولوجي اخرين خدمتي عليهم. انا بالنسبه ليا انت متميز، واخا نخدم من نقدر نحتاجك من بعد في هاد اللعيبات هادو. نقدر الشركه ديالي باغ اكزومبل تعقد شي صفقه مع شي سوسيتي اكس اللي هي بغات مثلا لي برودوي ديال الهواوي، بغات لي زاباري ديال الهواوي، فهمتيني؟ اولا بغات لي زاباري ديال الكاتيل، اولا ديك لا سوليسيون خصنا فيها الكاتيل، اولا خصنا فيها. فانا غادي نلقاك انت بعدا تحت من جناحي يعني، اولا حدايا يعني، غادي تقدر تعاوني. فلهذا الاخوان حاولوا انكم ملي تكونوا تقراو شي حاجه حاول انك تزيد بلي فورماسيون، لانه للاسف الشديد التعليم المغربي تيبدا يدخل لك حويجات اللي انت ما عندك بهم علاقه. وانا كنت وزير التربيه الوطنيه والله تنحيي هادشي، لانه انا بالنسبه لي واحد دار الريزو راه قال لك اخويا انا بغيت نقرا الريزو، ما عندي لاش نمشي نقرا كونطابيليتي ونقرا، ما عندي ما ندير بداكشي. يمكن هما تيقريونا هادشي زعما باش دير انت لا درتي المقاوله ديالك وهداكشي. والله يا اخي هذاك داكشي اللي غيقريني ديال الكونطابيليتي وداكشي، ولا داكشي جيسون دو تخوبخيز ولا تخربيق، هداكشي ما عنده ما غاديش ينفعك، لان ان كونطابل راه ماشي هو انت، واخا تكون قريتي شحال تكون قريتي في هادشي.